الأخبار الرياضية لهذا اليوم في جميع الألعاب الرياضية، ونستمر وياكم في برنامج الحدث. وننتقل بكم الآن إلى ضيف الحدث، حيث بدأ الاتحاد العماني لسباقات الهجن تحضيراته مبكرا لانطلاق الموسم الجديد لتظهر مسابقاته كما عودنا دائما بشكل متطور. وقد كشف الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوم أمس عن شراكته مع شركة أوكسيدنت العمان، وذلك للسنة السادسة على التوالي. الحديث أكثر مشاهدين كرام حول جديد الاتحاد، صرنا نستضيف هنا في استوديو برنامج الحدث الفاضل حمد بن علي السعدي، المدير التنفيذي للاتحاد العماني لسباقات الهجن. أستاذ حمد، أهلا وسهلا فيك وسعيد تواجدك معنا هذا اليوم. أهلا وسهلا أخ سعيد، وشكرا لكم وشكرا للقناة الرياضية على هذا التواجد وهذا يعني. أهلا وسهلا فيك. بالأمس كان بالنسبة لكم حدث سنوي إذا صح التعبير للسنة السادسة على التوالي، توقيع الاتفاقية مع شركة أوكسيدنت العمان. هذا يؤكد يعني قيمة الشراكة ما بينكم وما بين القطاع الخاص لدعم هذه الرياضة صاحبة الموروث العريق هنا في السلطنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نتقدم بالامتنان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الداعم لأنشطة وسباقات الهجن في السلطنة. الأخ سعيد، مثل ما شفت أنت يوم الأثنين تاريخ 23/9 توقيع على الاتفاقية الشراكة بين الاتحاد العماني لسباقات الهجن وشركة أوكسيدنت العمان. جاءت هذه الشراكة طبعا بين الشركة والاتحاد العماني من سنة 2014 أول التوقيع. بدينا حن في 2013 يعني التحضير والاجتماعات ويعني وعدة اجتماعات بيننا وبين شركة أوكسي. وحقيقة ونشكرهم على ذلك، لقية القبول من يعني بالشراكة هذه، وبدأت في موسم 2014-2015 بدعم ملاك الهجن في مناطق الامتياز، وأيضا في سباق عام يكون متنقل في جميع محافظات السلطنة. بدأنا بدأت ب 16 سيارة في عام في أول أو عام 2014 ويعني حقيقة كل سنة تتطور الشركة في السيارات حتى وصلت السنة هذه 2019-2020 إلى 20 سيارة إلى 30 سيارة. طبعا هذا التوقيع الاتفاقية جاءت تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي الموقر وزير الشؤون الرياضية. ويعني الشركة حقيقة يعني لمسنا منه تعاون كبير ويعني لدعم هذه الأنشطة وهي أنشطة سباقات الهجن. جميل، احنا بنقع على التفاصيل إن شاء الله بشكل عام سواء كان لهذا السنة أو حتى السنوات الماضية، ولكن لعنوا ياكم مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير، حيث تعد سباقات الهجن من موروث الثقافي الرياضي السياحي الذي يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد معظم حفظه الله ورعاه. وفي كل موسم يبتكر الاتحاد كل ما هو جديد بهدف تطوير المسابقات. تعد سباقات الهجن التي تقام على ميادين متعددة بالسلطنة كأحد مظاهر الاهتمام العميق الذي توليه السلطنة للموروث الثقافي، حيث تثري من خلال التنافس الرياضي جهود تطوير الموروث الثقافي وتسهم في تجدده عبر الأزمان. فالهجن على اختلاف أنواعها تعد علامة مميزة للموروثات الثقافية، حتى أن سباقاتها تعد أحد مكونات الموروث الحضاري الذي تمتاز به السلطنة، علاوة على كونها من المناشط والفعاليات التي تمثل قيمة مضافة للمقومات التراثية والسياحية ذات الصبغة العمانية الخالصة. ومن خلال هذه الركيزة سجلت السلطنة حضوراً إقليمياً وقارياً ودولياً عبر المشاركات المتنوعة التي تحقق بها السلطنة إنجازات متوالية، جاء جميعها بفضل تضافر الجهود وإيجاد البيئة السليمة التي تشجع على أن تستمر الأجيال في الاهتمام بهذا الإرث والمحافظة عليه، مع الأخذ بكل فكرة جديدة في علم التدريب والرعاية. وها نحن على موعد مع انطلاق موسم جديد لسباقات متنوعة أفرغت اللجنة المختصة من تحضيراتها لتقام بصورة متطورة تلهم حماس المشاركين وتزيد من إعداد المتابعين وتكرم من يستحق من الفائزين. إذا
تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول بدء الموسم بالنسبه للاتحاد العماني لسباقات الهجن، والبدايه باذن الله الاسبوع المقبل ستكون في أنب باذن الله. اذا كنا نتكلم عن تفاصيل الاتفاقيه، تفاصيل الاتفاقيه لهذا العام. طبعا راح ترعى الشركه اغلب السباق او كل السباقات اللي تقام في مناطق الامتياز الموجوده في السباقات. نعم، طبعا الاتحاد العماني لسباقات الهجن ابدا يعني الجدول المخصص للسباقات في هذا الموسم، ومن ضمنها السباقات اللي هي تقيمها شركه اوكسيدنتال في المناطق الامتياز. فكان البرامج على النحو التالي: تقريبا نبدا من 13 ان شاء الله في محافظه الوسطى في ولايه هيمه تاريخ 3، نعم في هذا البدايه اللي هو في مناطق الامتياز بدايه مع شركه اوكسي، يعني سباقات شركه اوكسي خلينا نسميها بالضبط، بالشراكه مع سباقات اخرى. نعم، في سباقات اخرى يقيمها الاتحاد او في الجدول. صحيح. فيعني نبدا ان شاء الله في ولايه هيمه يوم تاريخ 3 يوم الخميس، وبيكون هناك تحضير يوم الاربعاء. طبعا هذه خصصت هذه السياره 30 سياره وزعت على 5 سيارات بيكون في محافظة الوسطى في ولاية هيمة. أول سباق. أول سباق. ويكون مخصوص لمحافظة الوسطى فقط. يعني المشاركة محصورة على محافظة الوسطى. يعني الملاك والمضمرين. مال ولاية محافظة الوسطى. من المحوت والدقم والجازر وولاية هيمة. هذا طبعا هذه الأشواط تخصصت لهم. هذا الشركه يعني بطلب من 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 الشركه ان يكون طبعا الاستفاده لمناطق الامتياز او لهذا او لهذا ايضا كله في نعم هذه. نعم، فخصصنا هناك حوالي 8 اشواط بيكونن 5 سيارات هي للشركه، وفيه جوائز ايضا خناجر ومبالغ نقديه طبعا من الاتحاد حق الثلاثه يتكفل فيها الثلاثه الاشواط الاخرى، وبيكون من الثاني حتى العاشر هذه جوائز نقديه مقدمه من الاتحاد العماني لسباقات الهجن. جميل. السباق الثاني ايضا اكيد في رعايه من شركه اوكسي. نعم، بيكون طبعا الرعايه دائما تحت رعايه المحافظ، يعني محافظين المناطق بالضبط. ولكن احنا في ولايه هيمه اظن المحافظ كان عنده ظرف وكذا وعنده اسمه، فتحت رعايه سعاده الشيخ والي هيمه. جميل. بيكون ان شاء الله يوم الخميس. من بعد المرحله الثانيه بنكون في ولايه في الداخليه في ولايه ادم محافظه الداخليه بنفس العدد 5 سيارات وبنفس الاشواط طبعا للحقائق واللقايه فقط، ما نكون في سن كبير لان المنطقه او المناطق هناك تمتاز بهذا السن الصغير واكثر الناس يعني تركيز عليه. وضعته كل يعني فئه حسب اللي يناسبها بالضبط. فيعني بيكون المرحله الثانيه قلنا في 30 تقريبا 30 10 بنفس الشهر، والمركاض الثاني بيكون في السباق الثاني بيكون الثالث بيكون في ولايه عبري محافظه الظاهره في ولايه عبري بيكون تاريخ 12/12 يعني نهايه السنه. طبعا الاتحاد العماني لسباقات الهجن عنده جدول مستمر. صحيح. بيكون عندنا طبعا ترعاها شركه اوكسي تقريبا 4 سباقات. 4 سباقات. السباق العام بيكون في شهر 2 اللي يعني هو المهرجان الكبير، اللي مهرجان كبير يكون في 3 ايام، ويكون هناك تصاحب ايضا امسيات وكذا وهذا يعني بالضبط. في الناحيه ويكون في نقل مباشر، ويشترط ان يكون في ميدان مهيأ، بيكون في 15 سياره وبيكون حوالي 40 شوط ما شاء الله للهجن، فيهن يعني السيارات 15 ومن بعد جوائز لهن خناجر وسيوف وجوائز عينيه ونقديه مقدمه من الاتحاد العماني لسباقات الهجن. جميل. اعتقد ان المكاسب يعني سواء كان للمضمرين للملاك من ناحيه الجوائز المقدمه لهم، حتى المكاسب بالنسبه للناس اللي ساكنه في هذه المناطق، لانه من خلال تواجد هذه السباقات الناس تقدم منتجاتها لاصحاب المشاريع ايضا يتواجدوا في هذه السباقات، وبالتالي الفائده تعم على الجميع. نعم. كل المتواجدين في هذه المحافظه. نعم صحيح الاخ سعيد، هذا يعني طبعا السباقات الهجن يعني ادت بفائده يعني لملاك الهجن بالضبط. من ناحيه المبيعات، يعني المبيعات والان المشاركات انت لاحظت ويمكن انتم تلاحظون عندنا. صحيح. اكثر متواجدين لان الان الاعداد في الاشواط اللي كنا يعني اعداد بسيطه والمشاركه. صحيح. الان احنا يوم الثلاثاء والاربعاء في المناطق اللي شفت في ولايه ادم السباقات اللي تقيم شؤون البلاط السلطاني ممثل في الهجان السلطانيه. صحيح. وايضا الاتحاد من الناحيه الفنيه هذا تقريبا 30 شوط ما شاء في يوم الاربعاء، في يوم السباق حوالي 1500 ناقه
مشاركه فيها، او 1400 يعني من 1400 الى 1500 في هذا السن، سن الحقائق وسن اللقايا خلال هذا 30 شهر. للملاك للمضمرين يروقوا، فهذا طبعا هذا الجوائز، والانسان اللي يحصل ناموس ويسبق ويبيع، فهذا ترد يعني العائد للملاك الهيجن، والناس يعني اصبحت تفتح العزب، ويعني الشباب اقبال كبير من الشباب، واصبح الحمد لله الان سباقات الهيجن يعني والمشاركات الخارجيه للهيجن العمانيه يعني بدات وحققت يعني صحيح. الكثير من جميل. انت احنا نتكلم تقريبا عن 4 سباقات اللي ترعاها شركه اوكسي، ولكن نعم. اتحاد العمال سباقات الهيجن عنده 9 سباقات بشكل عام، نعم، يعني في جميع المجالات اللي هي السباقات العامه العرضه، نعم، المزاين، المزاين ايضا، نعم. نتعرف عليها بشكل اوسع. يعني خلنا نقول مع الان بعدنا مع شركه اوكسي، حن نقدم لها يعني جزيل الشكر لشركه اوكسي دنتل يعني لدعمها لانشطه سباقات الهيجن، وهذه الشركه حقيقه يعني ابدت يعني لملاك الهيجن ارتياح لهذه الشركه، ونطلب وما يعني للشركات الكبرى والشركات هذه ان تحذو حذو هذه الشركه لتقديم لملاك الهيجن وهذه الفئه الكبيره من المواطنين، وان تستمر ايضا حتى في وتستمر هي في الدعم، وان شاء الله نترى انها الدعم الاكبر والدعم السنوي يكون أفضل يعني في بالضبط. السنوات القادمة بالضبط. ونتمنى من الشركات مثل ما قلت لك شركات القطاع الخاص يعني أن تساهم في هذا وتحذو حذو هذه الشركة، تقدم لملاك الهيجن بالضبط. بما هذه الفئة الكبيرة التي هي يعني رياضة شعبية، رياضة شعبية وأيضا كبير. اقتصادية صحيح. يعني تعود بالمنفعة لهؤلاء الشباب والناس نعم. السباقات اللي بالنسبة للاتحاد، السباقات برنامج الاتحاد إن شاء الله احنا عندنا يعني في 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 قلنا في 30/10 بيكون في 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 أدم صحيح. في ميدان سيح السرية له مال شركة أوكسي، من بعد في شهر 11 في آخر 11 إن شاء الله عندنا البطولة الخليجية تكون في الكويت في تاريخ خمس من 25 او 26 11 حتى نهايه 11 في هذا التاريخ. لنا مشاركات ايضا فيها مشاركه طبعا من كل دوله من دول مجلس التعاون، بيكون ان شاء الله في دوله الكويت. جميل. واحنا نقدم يعني العدد الهيجن المعني يعني حوالي تقريبا 100 او 150 مشارك يكون او 120 تقريبا، ويعني يكون ان شاء الله المشاركه تكون جيده يعني تستمر المشاركات الطيبه اللي كانت. نعم نعم، لان كان توقف سباق الخليجي لكم سنه، والان ان شاء الله شوف يعني اللجنه الخليجيه حصلنا ان تستانف هذا السباق ويكون ان شاء الله في دوله الكويت. جميل. في شهر 11 في شهر 12 مثل ما قلنا مركاض بيكون في سباق في الظاهره بالضبط. في 5/1 بتكون هناك مزاينه سباق المزاينه في الباطنه في ولايه المصنعه. جميل. من تاريخ اعتقد 4 إلى تاريخ 9 او كذا حوالي 5 أيام في اول واحد يعني في 5/1 الى 9/1. جميل. بعدها بيكون السباق العام، بيكون عندنا سباق ركض العرضه، عندنا ايضا سباق العرضه لان هذا العرضه ايضا موروث شعبي كبير ومتعارف عليه من الزمن. يعني لها اقبال وفيها لها اقبال ولها محبين، هو اللي هي ايضا يعني شو اسمه بيكون ان شاء الله عندنا في من 20 يعني واحد في هذا ظني في برنامج او في جدول صادر بيكون في 20/1. في شهر 2 عندنا مثل ما قلت لك السباق العام، السباق العام اي نعم. في شهر 3 عاد يبدا عندنا السباق السنوي في شهر في ولايه صحار. جميل. السباق السنوي هذا اللي يرعاه الاتحاد يكون فيه 20 سيارة او اكثر ما شاء الله، ويكون فيه جوائز نقدية، ويكون السباق على مدار 4 أيام، وفي نقل مباشر، وفي يعني شوي فعاليات، وفي مهرجان كبير يعني نشاط طيب. بالضبط. احنا تكلمنا يعني عن سباقات بالنسبه للاتحاد، ولكن ايضا الهجان السلطانيه تنظم سباقات اخرى بالنسبه لها. نعم. وبالتالي كيف اليه التعاون بينكم وبين الهجانه في عمليه اقامه هذا السباق؟ والله احنا والهجانه طبعا مثل ما تقول يد واحده ومتعاونين في هذه السباقات من بدا الاتحاد الاشياء الفنيه طبعا يقيمها الاتحاد. اما التنظيم من ناحيه اداريا وماليا هذا من الهجان السلطانيه، اما الاتحاد يقيم الاشياء الفنيه اللجان الفنيه في جميعها وتهيئه هذه الانطلاقات وفي السباقات من خلال لجان، لجنه انطلاقه، لجنه تسجيل الهجن، لجنه هذا. الاخ سعيد الاتحاد العمال لسباقات الهجن خلال من العام الماضي يعني الماضي
بدينا احنا بالتسجيل الالكتروني اللي هي الشريحه الالكترونيه. صحيح. وهذا عندنا الان سجل كامل يعني لهذا يعني او برامج كامل يسهل على ملاك الهجن اول ما يكون سباق سواء سباقات الهجانه او الاتحاد ينزل هذا السباق في النظام، ومن يوم السبت ننزل هذا ويوم الجمعه يوم السبت كل واحد يقدر يسجل مطيته وهو من عزبته. جميل. من خلال من خلال من خلال التليفون من خلال التليفون يدخل على الشوط ويحصل الاشواط موجوده في النظام ويسجل ناقته وهو جالس في عزبته. ومن بعد الاخوان في يوم الثلاثي المساء يوم الثلاثاء المساء لان الركض يكون الاربعاء والخميس بالضبط. يوم الثلاثاء المساء يسحب التقرير مال هذا وكل شوط بشوطه وهذا ان شاء الله. وبالتالي انت سهلت على الناس الحمد لله سهل يعني سهلنا على الناس أيضاً وايضا استوى التسهيل من ناحيه نفس الشيء لاجراء هناك في العمل وكذا بالضبط. حتى للناس اللجان الاخرى العامله يكون جميل. لهم طبعا سهل ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في اقامه هذا السباق ونشوف ان شاء الله ايضا مشاركات طيبه ل لجميع المشاركات الخارجيه ومنها البطوله الخليجيه ان شاء الله القادمه ان شاء الله. وكل توفيق ان شاء الله في عملكم. شكرا لك على تواجدك لهذا. شكرا شكرا لاخ سعيد ونشكر القناه الرياضيه وبرنامج الحدث على هذه الاستضافه وهذا التوضيح ونشكركم جزيل الشكر. شكرا لك. احسنت. لك حديثنا مشاهدينا الكرام حول الهجانه او السباقات اللي يقيمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن. تتوقف وياكم الان مع فاصل قصير وبعد الفاصل لنا عوده، تفضلوا بالبقيه. استمرارا لمساعي عمان تيل في دعم الشباب في انشاء مشاريعهم الخاصه وخلق فرص عمل تؤهلهم للبدء في حياتهم العمليه، ياتي برنامج مهنتي لاكساب الشباب المهارات والمعارف اللازمه لصيانه اجهزه الهاتف النقال والاجزاء الصلبه، بالاضافه الى صيانه البرمجيات والتعرف على انظمه التشغيل المختلفه. يمتد البرنامج الى 92 ساعه تدريب يحصل فيها المتدرب على شهادة مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة، حيث سيتم تدريب 100 باحث عن عمل من 5 محافظات مختلفة بينهم عدد من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. سيتم ترشيح الباحثين من قبل وزارة القوى العاملة. مهنتي من عمان تيل. نقترب من أدق التفاصيل، نستمع لمختلف الأطراف، مسافة واحدة تفصلنا عن الجميع، وهدفنا تقديم صورة واضحة.
أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام، نستمر وياكم في برنامج الحدث ونصل بكم الآن إلى أبرز ما جاء في الصحافة من عناوين وأخبار لهذا اليوم التي سنتابعها مع الزميل عبد الله الكعبي. عبد الله، أهلاً بك مرة أخرى، نتابع التفاصيل ما جاءت به الصحافة لهذا اليوم. أهلاً سعيد وأهلاً بالمشاهد الكريم وبإذن الله تعالى. أهلا بكم مشاهدينا. أكد سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد كرة القدم أن حوافز الجماهير وروابط الأندية التي تم استحداثها هذا الموسم ساهمت في زيادة أعداد المشجعين منذ الجولات الأولى التي شهدت منافسات قوية. صحيفة عمان مشاهدينا الكرام لخصت أبرز ما جاء في تصريحات الوهيبي فعنونت تقول: الحوافز ساهمت في الارتقاء بالحضور الجماهيري في الدوري. وقال رئيس اتحاد كرة القدم أن هذا العمل يؤكد على وجود تنسيق بين الاتحاد والأندية التي تعمل دائما على التعاون في كل ما يتعلق بتطوير المسابقات المحلية والمشاركات الإقليمية، مما يعود بالنفع والفائدة لكرة القدم بالسلطنة ممثلة بالمنتخبات بكافة فئاتها العمرية. وصف فنيون تأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى نهائيات أمم آسيا 2020 بالإنجاز المستحق بجدارة، وذلك بفضل الأداء البطولي للاعبي الأحمر الصغير. صحيفة الرؤية استطلعت آراء أهل الاختصاص فخرجت بعنوان تقول فيه: التأهل المستحق للأحمر الصغير يحيي أمال بلوغ المونديال. وقال المدرب الوطني فهد العريمي: منتخب الناشئين يضم عناصر مهارية متميزة ويمتلك حلولا فردية فاعلة، لكنه يعاني بعض الشيء من غياب الانسجام ويحتاج عملا فنيا كبيرا لتطوير الأداء الجماعي. أقرت رابطة دوري المحترفين إجراء تعديلين على مباراتين من مباريات دوري الدرجة الأولى نظرا لتأثر السلطنة بالأجواء المناخية في جزيرة مصيرة وكذلك لعدم صلاحية الإنارة في ملعب نادي الاتحاد. صحيفة عمان أشارت إلى التعديلات فخرجت بعنوان تقول فيه: الدوري يخاف من هيكا. وتقرر تعديل توقيت مباراة مصيرة والمضيبي والتي تم ترحيلها إلى يوم بعد غد الجمعة عند الساعة 4:30 على ملعب نادي مصيرة. ومن ناحية أخرى أكد مصدر رسمي مسؤول في اتحاد كرة القدم بأن الاتحاد سيراقب آخر تطورات مستجدات الحالة المدارية، وإذا استدعى الأمر تأجيل مباريات الأسبوع الثالث من دوري عمان تل لكرة القدم فإنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. يواصل المنتخب الوطني لهوكي الشباب معسكره الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستقام في هونغ كونغ في ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب. صحيفة الوطن مشاهدين الكرام رصدت التدريبات لتخرج بعنوان تقول فيه: المنتخب الوطني لهوكي الشباب يستعد للتصفيات الآسيوية بهونغ كونغ. ويغادر المنتخب الوطني لشباب الهوكي إلى معسكره الخارجي بباكستان في 29 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل، وبعدها في المعسكر الثاني من 8 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر المقبل في بنغلاديش ليلعب خلالها 7 مباريات ودية. وقعت وزارة الشؤون الرياضية عقد رعاية حصرية مع شركة أوكسيدنتال عمان، وذلك لرعايتها لبرنامج الأيام الرياضية المدرسية المنفذ من قبل دائرة الهيئات النوعية بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية. صحيفة عمان أشارت إلى الاتفاقية وبنودها لتخرج بعنوان تقول فيه: 29 من الشهر الحالي انطلاق برنامج الأيام المدرسية الرياضي، وتنطلق أولى المسابقات والفعاليات في المدارس الخاصة بمهرجان ألعاب القوى للبراعم يوم 29 سبتمبر الجاري. تليها مسابقة تنس الطاولة للفرق المدرسية ومسابقة كرة السلة للمدارس ومسابقة السباحة ومسابقة الريشة ومسابقة التحدي والمغامرة ومهرجان كرة القدم للبراعم ومسابقة ألعاب القوى ومسابقة كرة الطائرة الشاطئية ومسابقة ألعاب القوى ومهرجان كرة السلة للبراعم وسباق الطريق للأطفال ومسابقة البولينج ومسابقة كرة القدم صالات ومسابقة تنس الطاولة للفرق المدرسية ومهرجان كرة اليد للبراعم. يومان كاملان وتنطلق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بقطر 2019 في ضيافة الدوحة، وهي المرة الأولى في المنطقة التي تستضيف حدثا تاريخيا كهذا، ثالث أكبر الأحداث الرياضية في العالم بعد الأولمبياد وكأس العالم لكرة القدم. صحيفة الرأي القطرية أشارت إلى اكتمال التحضيرات والاستعدادات لتخرج بعنوان تقول فيه: ترقب عالمي لمونديال قوي.
وتقام هذه النسخة الاستثنائية من بطولة العالم لألعاب القوى في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى وسط ترقب كبير من العالم لما تشهده البطولة من تحديات كبيرة ومنافسات تقام ليلا للمرة الأولى، ومنها الماراثون الليلي والذي بات حديث العالم والذي سيقام على كورنيش الدوحة. إلى الإمارات هذه المرة وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، حيث يرى الإعلامي راشد الزعابي أن توريث المناصب الرياضية مؤشر سلبي نظرا لحاجة العديد من القيادات الرياضية إلى دماء جديدة. نتابع. يبدو أن الرياضة الإماراتية لا تعاني من شح المواهب على مستوى اللاعبين فحسب، بل هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقص الكوادر الإدارية المؤهلة لقيادة العمل الرياضي خلال السنوات القادمة. وجولة بسيطة في أروقة مؤسساتنا الرياضية كفيلة بكشف هذه الحقيقة، فلا زالت الوجوه القديمة هي العنصر الغالب. فهل يعقل أن هناك شخصيات تمارس العمل الإداري في رياضتنا منذ أكثر من 40 سنة؟ ومع ذلك لا تزال مصرة على البقاء وعدم مغادرة الكرسي الوثير. أين هي قيادات الصف الثاني والثالث الذين تم تأهيلهم خلال الفترة الطويلة الماضية؟ لماذا كلما تعشمنا خيرا بظهور بعض الكفاءات الشابة وراهنا على قدرتهم في إثبات جدارتهم وإمكانياتهم لا يلبثون أن يختفوا من المشهد في ظروف غامضة للغاية وكأنهم يتعرضون لحملة تطفيش منظمة؟ والأسباب معروفة والمبررات مكررة، فالبيئة طاردة ومنفرة والأجواء في العمل الرياضي ملوثة وعكرة. أين هي مخرجات مركز إعداد القادة؟ وهو الذي نعرف بوجوده ككيان على الورق ومبنى على أرض، ومع ذلك لازلنا لا نعلم ما هي أسباب وجوده وما الذي قدمه لرياضة الإمارات طوال تاريخه. نسمع بين الحين والآخر عن برامج لتأهيل القيادات الرياضية وعن تلك الدورة التي بدأت باستعراض الأسماء وببروباغندا وضجيج وبرنامج حافل وزيارات، وتختتم بحفل تخريج وتوزيع الشهادات وسيل من الإشادات، ثم ماذا؟ يذهب كل في حال سبيله. فلا توجد إدارات رياضية لديها الرغبة في اجتذاب هذه الكفاءات ولا إعطائها الفرصة ولا إتاحة المجال أمام الشباب، فكل الشواغر والمقاعد محجوزة بالكامل للأهل والأقارب والأصحاب. بعض الإدارات الرياضية خصوصا على مستوى الأندية أصبحت عائلية بامتياز، يديرها الآباء ولا يتركونها حتى يورثونها للأبناء بغض النظر عن الكفاءة والإمكانيات، وتبدو الأبواب شبه موصدة أمام أولئك الطموحين والراغبين في العمل. لن تتطور رياضتنا طالما تدار بأفكار قديمة بالية أكل عليها الدهر وشرب، والدليل كمية الغبار الذي يصدر من كتيبات اللوائح والقوانين الموجودة في مؤسساتنا الرياضية العريقة والتي تمت صياغتها في زمن مختلف عن زمننا هذا. واليوم نحن بحاجة إلى أكاديميات رياضية لإعداد الكوادر الإدارية واجتذاب الشباب القادرين على مواكبة العصر وملاحقة المتغيرات وتجديد دماء رياضتنا. فشكراً للحرس القديم، ولكن هذه سنة الحياة ودورة الأجيال، فلكل زمن دولة ورجال. وإلى السعودية هذه المرة، حيث بدأ فريق الاتحاد السعودي تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الشباب يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. صحيفة الرياض هذه المرة خرجت بعنوان تقول فيه: عودة المياه بين سيرا والبيتشي وغياب المالكي عن لقاء الشباب. فقد جددت إدارة النادي ثقتها بالمدرب التشيلي والسيرا، وتم تقريب وجهات النظر مع اللاعب عبد العزيز البيشي وعودته للتدريبات بعد استبعاده عن المباراة الماضية أمام فريق الهلال. وسيفتقد الفريق خدمات لاعب الوسط عبد الإله المالكي لإيقافه مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية مع الهلال. قرر اتحاد الكرة العراقية اللجوء إلى الطرق القانونية لتمييز قرار محكمة جنايات بحبس الدكتور صباح محمد رضا أمين سر الاتحاد وستار جبار زوير رئيس لجنة الاستئناف على إثر قضية تزوير أوراق ترشيح نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال التي منعته من المنافسة على منصب الرئاسة أمام الرئيس الحالي عبد الخالق مسعود. صحيفة المدى تناولت هذا الخبر فخرجت بعنوان تقول فيه:
اتحاد كرة القدم يرفض تجويل حكم السجن على موظفيه. وذكر اتحاد كرة القدم العراقي على موقعه الرسمي إنه في الوقت الذي ما زلنا نؤمن إيمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا أننا وللحقيقة نعيش صدمة حقيقية في القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة ضخمت إعلاميا بشكل كبير. وإلى الأخبار العالمية هذه المرة، حيث فشل نادي فياريال في فك عقدة برشلونة بالخسارة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس. صحيفة الموندو من جهتها خرجت بعنوان تقول فيه ردة فعل، حيث كان الفريق الكتالوني بحاجة لإنقاط المواجهة ليرد الاعتبار بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام غرناطة. ومن جهة أخرى كتبت الصحيفة لا تعد بداية الموسم الحالي هي الأفضل لميسي الذي لم يشارك سوى 106 دقائق فقط في 7 مباريات، حيث غاب عن مباراة بلباو وبيتيس وأوساسونا وفالنسيا، ثم شارك ل 31 دقيقة أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا و 44 دقيقة أمام غرناطة، وأخيرا ل 31 دقيقة أمام فياريال. من دون مقدمات أصبح الفرنسي كريم بنزيما المنقذ الوحيد لفريق ريال مدريد، وبلغة الأرقام فقد تحول من قط مشاكس لأسد مفترس، وذلك بحسب صحيفة آس التي عنونت تقول القط الأسد. وكتبت الصحيفة بنزيما واصل التألق ضد إشبيليا وأثبت مرة أخرى أنه المهاجم رقم 9 الذي يمكنه حمل قميص ريال مدريد في أوقات الشدة كما فعل في العام الماضي. وأخيرا ترى الصحيفة أن بنزيما حاليا هو الأقرب لخطف اللقب من ميسي إن واصل المسير بهذا النسق. نذهب بكم مشاهدي الكرام إلى فقرة الكاريكاتير وأبرز الرسومات المختارة لهذا اليوم. إذن بهكذا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا لختام فقرة عناوين الصحافة. عودة للزميل سعيد الخروصي. سعيد، أتوقع خروج ميسي مصابا يوم أمس بعد 31 دقيقة أيضا يذكرنا بحادثة الظاهرة رونالدو البرازيلي الذي قال يعني عقلي يريد اللعب ولكن جسمي منهك لا يستطيع على ذلك. يعني أنا أرى أيضا إصابة ميسي المتكررة وغيابه المتكرر في الموسم الحالي لربما شبيه بوضع رونالدو تماما. ولكن ميسي قضى مواسم طويلة جدا في كرة القدم واستمر للعام 33، ولكن رونالدو حرمنا كثيرا من مشاهدته. بالفعل. شكرا لك عبد الله. شكرا سيد. إذن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام ونستمر وإياكم في برنامج الحدث، ونصل بكم الآن إلى فقرة نجم من منا لا يعرف الحارس الكولومبي رينيه هيغيتا. هذا الحارس الذي لقب بالمجنون نظرا لمبالغته في الخروج من المرمى ولعب دور المدافع وفي بعض الأحيان المهاجم. هيغيتا وإن كان يراه البعض مجنون إلا أن هناك من يراه عبقريا إذ غير مفاهيم كرة القدم. يعتبر رينيه هيغيتا من أشهر حراس المرمى على مدار تاريخ كرة القدم الأولمبية، وربما من أشهر الحراس على المستوى العالمي أيضا، حيث أنه معروف عنه تصرفاته الغير محسوبة وتصدياته الجنونية، ولهذا لقب بالمجنون، وهو لقب يفخر به، فهو ينظر إلى كرة القدم بحسابات المتعة الكروية البحتة، ويرى الفوز أو الخسارة أمر ثانوي، فالأهم إسعاد المشاهد. وبينما يشتهر المهاجمون بالأهداف المستحيلة، فإن حراس المرمى يشتهرون بالصدات المستحيلة، ومنها مثلا الصدة الشهيرة التي تعرف باسم صدة العقرب، والتي نفذها رينيه هيغيتا، حيث كان يقوم بها عن طريق لف قدميه نحو ظهره لصد الكرة المسددة نحو المرمى، وقد قام بها في مباراة أمام منتخب إنجلترا في استاد ويمبلي في 6 سبتمبر عام 1995، وصد بها كرة المهاجم الإنجليزي جيمي ريدناب، وذلك رغم أن الحكم قد رفع راية التسلل. وتم تصنيف صدات العقرب على أنها تحتل المرتبة رقم 94 بين أفضل 100 لحظة في تاريخ الرياضة.
ويرى هيجيتا أن تعامله المميز مع الكرة دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير قانون اللعبة بحرمان حراس المرمى من إمساك الكرة بيده في حال استلامها من أحد زملائه، وهو الشيء الذي لم يفعله أساطير اللعبة وأبرزهم بيليه ومارادونا حسب وصفه. هيجيتا كان صاحب مهارة فردية وعقلية عبقرية قادته لتصرفات مجنونة نتمنى ألا يفكر أحد بتقليدها. وإلى محطة حدث في مثل هذا اليوم، فمن عام 2011 انطلقت واحدة من أقوى نسخ بطولة الدور العماني لكرة القدم. تلك النسخة بدأت مثيرة وانتهت مثيرة، فقد تم حسم اللقب لصالح فنجة على حساب الشباب بفارق ركلات الترجيح. وفي التقرير التالي نسلط الضوء على موسم كروي محلي سيبقى خالدا في الذاكرة، فهو آخر مواسم عصر ما قبل الاحتراف. هذا اليوم من عام 2011 انطلقت مسابقة الدوري في نسخة تعتبر الأقوى، وكان فريق العروبة قد قص شريط الافتتاح بالفوز على شقيقه فريق نادي عمان بهدفين حمل إمضاء المحترف لورينكا والمتألق طلال الوهيبي، في حين جاء رد المنافس بهدف سجله عمار البوسعيدي. العروبة ورغم انطلاقته القوية إلى أنه خسر اللقب بفارق 30 نقاط بعد أن سقط في الجولة الأخيرة بفخ التعادل أمام المصنعة، وكان قبلها بجولة قد خسر من فنجاء بهدف يونس المشيفري. ويعتبر موسم 2011-2012 واحداً من أقوى المواسم الكروية على الإطلاق، حيث استمرت المنافسة إلى ما بعد الجولة الأخيرة، فتم فرض لقاء فاصل بين المتصدرين آنذاك فنجاء والشباب، حيث جمع كل منهما في رصيده 43 نقطة. والطريف والمثير في الوقت ذاته أن المباراة الفاصلة لم تكسر التعادل، فتقدم الشباب أولاً عن طريق الدولي حسن ربيع. أجمل أيام كانت في هذا الملعب، أحلى أيام كانت في هذا الملعب. من جديد حسن ربيع يعاود التألق الكبير على وعاد له فنجا بواسطة المتألق محمد مبارك. مباراة للتاريخ، ومحمد مبارك يبحث عن التاريخ. مباراة للتاريخ، ومحمد مبارك عن التاريخ. ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفنجاء وأعلنت عنه بطلاً لأقوى موسم كروي في عهد ما قبل الاحتراف. راحت وين؟ بالمقص الأيسر. دورينا مليء بالذكريات، لكن هذا الموسم تحديداً كان الأكثر إثارة وتشويقاً، واستحق أن يدخل في دائرة الاهتمام. دوري عمان تلك أخرى لعام 2011-2012. ننتقل وإياكم الآن مشاهدين الكرام إلى محطة مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز تغريدات في تويتر. التغريدة الأولى مشاهدين الكرام من حساب السيد خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، ناقشت أو يقول: ناقشت مع سعادة تشان كيم سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة أفاق التعاون في مجال الرياضة بين البلدين الصديقين، خاصة في لعبتي الرماية والتايكواندو التي تفوق فيهما كوريا الجنوبية في المسابقات الأولمبية والعالمية. ومن حساب الاتحاد العربي لكرة القدم: الروح الرياضية الأخوية العربية حضور لا يغيب، شكرا للاعبي فريق مولودية الجزائر وشكرا للاعبي فريق ظفار العماني، وذلك في المباراة التي قيمت أمس في الدور 32 من كأس محمد السادس الأندية الأبطال، وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف مقابل لا شيء. أما من حساب لوسيل: إعادة انتخاب اللورد سباسيان كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لفترة جديدة، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لألعاب القوى في الدوحة 2019.
ومن شبكة توتنهام يقول يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب موريسيو: لقد انتصرنا في مباراة نهائي الأبطال، لهذا السبب أنا أقف هنا وليس أنت، لذلك هذه هي كرة القدم، لكن كلنا نعلم أن العمل الخرافي الذي قمت به. أما في حساب الدور الإنجليزي فهناك مقارنة بين خوسيه مورينهو وأولي غونار سولشاير في أول 27 مباراة في البريمير ليج، الفوز في 14 مباراة، التعادل في 6 مباريات، الهزيمة في 7 مباريات، معدل 48 نقطة، والانتصار بمعدل 51.9، وبالتالي الأرقام متشابهة بين أسبيشال 1 وأولي. وصلنا وإياكم ونصل بكم للمشاهدين الكرام إلى عدسة الحدث وأبرز صور لهذا اليوم. تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام مجموعة من الصور، طبعا أغلب الصور لمباريات قديمة، ولكن هنالك ما لفت الانتباه: إصابة ميسي بالأمس وغيابه عن الملاعب لمدة سوف تحدد لاحقا بإذن الله. إذا نصل وياكم مشاهدينا الكرام إلى فيديو اليوم. بعيدا عن ضجيج سباقات السيارات، خرج زعيم سباقات الموتو جي بي مارك ماركيز وشقيقه الشاب أليكس ماركيز سائق الموتو 2 إلى بحيرة ميكينزا للاستمتاع بصيد السمك على قبل سباق أرغون، وفاز ماركيز بسبعة من أصل 13 سباقا هذا الموسم، وتصدر قائمة الموتو جي بي برصيد 275 نقطة، في حين احتل أندريا ديفوسويزو المركز الثاني برصيد 182 نقطة، ودانيلو بيتروتشي في المركز الثالث برصيد 151 نقطة. الطريف أن السائقان تنافسا على صيد الأسماك، ولكنهما وبعد الصيد كانا يعيدان الأسماك إلى البحيرة. يبدو أن السائقان لهما رصيد وفير سواء كان في صيد الأسماك أو حتى في حصد الجوائز في سباق الدراجات النارية. إذن بهذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم برنامج الحدث، شاكرين لكم كرم المتابعة خلال هذه الساعة، لنا لقاء جديد إن شاء الله في يوم الغد. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.